كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يعني تكون ايام كلها كريمة علينا وتعدي علينا بالخير. ولو سمحت مش عايزين عزومات، ومش عايزين ان احنا نتجمع وعدد كبير، لان احنا مش عايزين نخرج من رمضان بمشاكل. احنا حاليا في منطقة بنسميها النقطة السوداء او المنطقة السوداء او المنطقة العمياء، اللي هي في المرحلة الثانية. هو في 3 مراحل. المرحلة الاولى اللي هي كان فيها العدوى يعني متنطورة، واحد في كل حتة، سائح جاي من بره يجي كم واحد وهكذا، بنسميها سبورادك كيسز. احنا دلوقتي في مرحلة انتشار، الانتشار ده مش واضح الاعداد الحقيقية لسه، لانها ممكن في خلال الاسابيع اللي جاية الارقام تعلى بدرجة كبيرة، لا قدر الله ربنا يعفو عنا جميعا. فاحنا بنقول يا جماعة، صحيح ان طبعا الدولة سهلت على الناس وطولت فترة الحظر، لكن احنا نخاف على نفسنا. اذا كنا هنختار مين يقعد في بيته، فهنقول نمرة واحد ونمرة اتنين ونمرة تلاتة هو مريض السكر، يأتي بعدهم مريض اعتلال الكليتين وفشل وظائف الكليتين، المريض التليف الكبدي، مريض المناعة، المريض اللي بياخد كورتيزون، المريض اللي بياخد ادوية للعلاج الاورام الغير حميدة، الناس اللي عندها امراض في القلب، او الناس اللي عندها تجلطات، او الناس اللي عندها التهابات مزمنة في الجهاز التنفسي، او الاشخاص اللي بيتناولوا ادوية مثبطة المناعة زي الكورتيزون او زي الادوية البيولوجية، وطبعا اخرهم هم مرضى ارتفاع ضغط الدم. هؤلاء الاشخاص بنقول لهم يا جماعة لو سمحت نقعد في البيت، معلش احنا قعدنا شهر، هذا الشهر كان له نتيجة في تقليل الانتشار اللي كان متوقع بسرعة جدا، لكن احنا بنقول ان احنا في مرحلة بنسميها المرحلة العمياء او النقطة العمياء او النقطة السوداء، اللي احنا مش عارفين دلوقتي الانتشار يعني زي ايه، بنقول عليه افقي كده. في واحد موجود في مكان عدا 10، العشرة دول روحوا بيتهم، عدوا كل واحد كمان عداله 10، وفي المواصلات عدا 10 تانيين، يعني دي متوالية عددية، هناك خطورة شديدة من التواجد في هذه المرحلة، لأن بعد كده المنحنى بيكتر بيعلى، والأرقام بقى اللي هي إيه، احنا كل شوية كنا الأول زدنا، أول 51 يوم وصلنا ل1000 حالة، ال51 يوم بعد ال51 يوم كنا 1000، الألف الثالثة عملناها في 6 أيام. يبقى هناك خطورة بقى، احنا دلوقتي في فترة أجازات، الناس اللي كانت بتحلل مش بتحلل، وبالتالي الأرقام دلوقتي 3600 وشوية. ممكن بعد الأجازات وبعد ما التحاليل بتطلع بتاخد لها 2 3 أيام، أبص ألاقي والعياذ بالله الأرقام بتزيد جدا. لو سمحت نقعد في بيتنا، ناخد بالنا، إذا كان في أي نوع يعني أسرة واحدة تزور أسرة، نقعد بعيد جدا وناخد كل وسائل الوقاية من فضلكم. ربنا يعني يسلمنا كلنا ويعدي علينا رمضان بالخير، وإن شاء الله يبقى في لقاءات قادمة هتتحط على الصفحة. كل سنة وأنتم طيبين.